تمكنت وحدات التدخل بالحرس الوطني بباجة من إيقاف سيارة كانت تحمل أغناما مسروقة حسب التحريات الأولية. وقد أدت العملية التي جدت خلال حملة تمشيط بباجة الجنوبية إلى وفاة أحد ركاب السيارة بعد أطلاق النار عليه نتيجة عدم امتثاله لإشارة الأعوان بالتوقف. على إثر حملة تمشيط مشتركة للوحدات الأمنية بولاية باجة، تمكنت فرقة وحدات التدخل للحرس الوطني بالجهة من إيقاف سيارة محملة بالأغنام المسروقة على مستوى معتمدية باجة الجنوبية بعد مطاردتها لرفضها الامتثال لإشارة أعوان الحرس بالوقوف، مما اضطرهم لإطلاق النار باتجاهها، الأمر الذي أدى إلى وفاة أحد الركاب وإيقاف مرافقيه. قمنا بتمشيط المكان واللي هو محاذي المكان المعين في بوشوك المحاذي للمعقولة، قمنا بتمشيط واتممنا العملية بنجاح وشدينا السيد اللي هو أصيل الكياف جكروا. مازالت الأبحاث جارية. المعطيات الأولية حول هذه العملية بيّنت أن الشاحنة الموقوفة هي من نوع ديماكس وتحمل لوحة منجمية مزيفة، في حين أن من كانوا على متنها هم محل تفتيش من أجل السرقة. سارق غنام نورمالمون كان يمشي للعدالة خير من يموت، كان يقف، خاطر نحن الغاية الأولى لوجوا عليها هي سلاح درجة أولى، يعني ما عادش إذا كان يعطيك عون الأمن إشارة باش تقف يزمك تقف. في الأثناء يخضع حاليا من ألقي عليهم القبض للتحقيق من قبل المصالح المختصة للتوصل لبقية الأطراف المحتملة المشتركة في هذه العملية.